بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أسعد المرسلين. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زهراء أسامة. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة رقم 6 في النيورو. هي بتتكلم عن السيريبيلر ديزيز. محتاجين نتكلم عن ايه هو السيريبيلا، نعرف حاجات بسيطة كده عن الفانكشن والأناتومي بتاعته، وبعد كده هنتكلم عن الأمراض اللي بتحصل فيه. مبدئيا إن شاء الله تكون محاضرة بسيطة، محتاجة بس إن احنا نركز ونفهم كل حاجة كويس قوي. هنتابع ان شاء الله من كتاب دكتور علام، وهيبقى فيه فيديو صغير للزيادات بتاعة الداتا، هي برضو مش كتير، ولكن هيبقى فيه صور او داتا كده متجمعة. يعني الاول هشرح هعرض صور عليها وافسر كام حاجة كده، وبعدها هنرجع نقرا من الكتاب. فطول ما انا في الباوربوينت نركز مع الصور والكلام اللي بيتقال، ولما نروح للكتاب تمسك الكتاب وتقرا عادي، تمام، بحيث ما يبقاش فيه لخبطة. اول حاجة ده شكل البرين زي ما احنا كلنا عارفين. لما نيجي نبص على البرين من ورا ومن تحت كده هنلاقي مخ صغير بنسميه السيريبيلم او بالعربي اسمه المخيخ. طيب احنا عارفين ان هي البرين متقسم للوبس، هنا مثلا الفرونتال، وهنا البرايتال، وهنا الاوكسيبيتال، وهنا التيمبرال. فهو احنا هنلاقيه انفيريور، يعني تحت الاوكسيبيتال والتيمبرال، تمام. ده التيمبرال اهو، ده الاوكسيبيتال، فهو تحته انفيريور ليهم يعني، تمام. هنيجي نبص برضو على اللي هي السكال، هنلاقيها متقسمه 3 فصوص، anterior و middle و posterior cranial fossa. فهنلاقيه واخد اي مساحة منهم بيبقى موجود ورا خالص في اللي هي ال posterior cranial fossa دي. عشان كده لما حد بيعمل مثلا حادثة ويحصل له كسر في قاع الجمجمة بنبقى خايفين على السيريبيلم اللي هو يتأثر وبيظهر في الجيب بتاعته بعد كده، تمام. ده برضو تفسير اكتر ليه، هنلاقيه اللي هو برضو متقسم للوبس كده، وهنتكلم عنهم دلوقتي. هنلاقيه اللي هو موجود ورا ال midbrain، وخصوصا جزء البونت. احنا عارفين اللي هو البرين ستيم مكون من الميد برين، وبعد كده البونز، وبعد كده المظلة الأوبلانجيتا، فهو ورا البونز. والحتة دي زي ما احنا عارفين بتتسمى الفورث فينتريكل، فهي ورا البونز، تمام. طيب بيفرقوا ايه بقى عن او ايه الفاصل ما بينه وبين اللوبس بتاعة البرين؟ زي غشاء كده من الديورا موتر اسمه تنتوريوم سيريبيلاي، يعني فوق كده بيبقى البرين وتحتها بيبقى السيريبيلم. فتنتوريوم سيريبيلاي ده بيفرق ما بين السيريبيلم والبرين، تمام. فدي كل حاجة بسيطة. محتاجين نعرف بقى توزيع الجراي والوايت ماتر في السيريبيلم عاملة ازاي. هو ده السيريبرال كورتكس اللي هو البرين نفسه، زي ما احنا عارفين ان هي بتبقى من بره جراي ماتر ومن جوه هي الوايت ماتر، بسبب ان السيل بودي بتاعة الخلية بتبقى ناحية بره فتعمل اللون الجراي، والاكسون بتاعتها بتبقى ناحية جوه فده بيعمل لون الوايت. هي نفس التوزيعة في السيريبيلم. هو ده شكل السيريبيلم اهو، من بره بيبقى جراي، من جوه بيبقى وايت، وجوه نيوكليول، تمام. وده مقسوم كده في النص جزء اسمه فيرمس، وعلى الجانبين هيمسفير. زي ما احنا عارفين برضو ان البرين متقسم لايه، تو سيريبرال هيمسفير، وفي النص بيربطهم حاجه اسمها كوربس كالوزم. فهي نفس الفكره في السيريبيلم برضو، في النص فيرمس ومقسوم على الاثنين تو سيريبيلر هيمسفير، بس هنا سيريبيلر وهنا سيريبر، هنا كوربس كالوزم وهنا فيرمس، تمام. محتاجين نقرا من الكتاب. زي ما قلنا هو السيريبيلم هنلاقيه فين؟ في الباك ورا البرين، ومن تحت الاكسيبيتال والتيمبرال لوبس بتاعه البرين. طيب في الانتيرور ولا ميدل ولا بوستيرور فوسه؟ في البوستيرور. بيفرق اول فاصل بينه وبين اللوبس زي طبقه كده من الديورا ماتر بنسميها التنتوريوم سيريبلاي، شفت الصوره بتاعتها. ده البرين ستيم اهو، فهو بيبقى في البونز اهي، وده السيريبيلم، وبينهم بيبقى حاجه اسمها الفورس فينتريك، تمام. طيب الجري والوايت ماتر، عرفنا ان الجري هي تعتبر من ناحيه بره، ودي بتبقى بنسميها القشره الخارجيه بتاعه السيريبيلم، ومن جوه بتبقى الوايت ماتر، تمام. وبيبقى جواني نيوكلياي، ودي اسمائهم دنتيت، امبليفورم، جلوبوز، وفاستيجي، يعني حاجات يعني ايه نعرف ان هي جواني نيوكلياي، تمام. طيب هنعرف برضو ان السيربيلم عبارة عن تو سيربيلر هيمسفير، وفي النص فيرمس، ده اللي احنا اتكلمنا عنه، صح. هنلاقيه متكون برضو من ايه، اللوبس اللي هي متقسمه له. اول لوب هنا من فوق بنسميه الانتيريور لوب، بعدها الاخضر ده اللي هي بوستيريور لوب، بعد كده من تحت خالص بنسميها فريكل ونوديرال لوب، تمام. ليهم اسماء تانية بتتجمع في كلمة بنا، هنا بي وهنا ان وهنا اي، دي هنا دليم سيريبيلم، وهنا نيو سيريبيلم، وهنا اركي سيريبيلم. بما ان هنا نيو سيريبيلم يعني ده معناه نيو، يعني حاجة جديدة اتخلقت في الاخر في الامبريولوجي. هم اركي بتفكرني بالجيولوجيا والكلام ده، اركي يعني حاجة بقالها كتير. ففريكل ونوديرال لوب دي من اول الحاجات ومن اقدم الحاجات اللي بتتصنع او بتتخلق يعني في الامبريولوجي، تمام. وبيبقى بيفصل بينهم فيشرز بين كل لوب والتاني، فنلاقي بين الانتيرور والبوستيرور لوب فيشر كده بنسميه برايمري فيشر،
ومن تحت بين البوستيرير والفيكول ميديولر هنا بنسميه بوستيرور لاترال، بوستيرور لاترال فيشر. لما نيجي نبص عليها من جنب برضه هيبقى هنا ده الانتيرور بوستيرور فيكول ميديولر، وبينهم هنا البرايمري فيشر، ومن هنا البوستيرور لاترال فيشر. تمام، هو كلام بسيط مش هيأثر معانا قوي في الشرح، لكن تبقوا فاهمين. هو برضو هنا نفس الصورة، فيرمس في النص، انتيرو وبوستيرو فيكو نيدلر، هي هنا بالي ونيو واركي. وهنعرف بقى، المفروض نعرف كل لوب فيهم يعني ايه الفانكشن بتاعتها وايه الحاجة اللي هي بتعملها. فنلاقي اول حاجة هنا الباليو سيربيلم، او اللي هي الانتيرو لوب، مسؤول عن الاستيميليشن للموسل تون. يبقى كده بتعاكس مين؟ بتعاكس البيراميدال. هنا نلاقي البيراميدال تراكت كان بيعمل انهبيشن، يروح يبعت انهبيتوري امبلس كده للانتير هورن سيل وبيقلل التون، لكن هنا هي بتعمل عكس بقى، بتعمل ستيميليشن للمسل تون. تمام، فهنعرف اللي هو هما عكس بعض. طيب بالنسبه للان اللي هي النيو سيريبيلم، دي مسؤوله بقى عن حاجه اسمها كوردينيشن. كوردينيشن ده بمعنى ابسط حاجه خالص ان هي بتخلي الحركات بتاعتنا فاين وجنتل كده، يعني بتخلي الحركات بتاعتنا تناسب كنا انسان. تمام، وتخلي كل العضلات ماشية كده بشكل متناسب، تقدر تخليها ان احنا نقفل زرار القميص من غير ما احنا نكون شايفينه. وهنعرف بقى لما الحتة دي بتتضرب ايه اللي بيحصل. اخر حاجة خالص اللي هي الفريكو نودي لوب، دي هي المسؤولة عن الاكليبريوم او اللي هو الاتزان. بالنسبة للبلاد سبلاي بتاعة السيربيلم، هو المفروض اللي هو سوبيريور وميدل وانفيريور سيربيلر ارتري، بس انا مكتوب هنا سكة اللي هو سوبيريور سيربيلر ارتري وايكا وبايكاليا انتيريور وبوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري. نعرف بس ان هو مختلف، ان البايكا ده بيبقى جاي برانش من فيرتبرال، اما الاثنين دول من البازل. تمام، طيب انا هستفيد ايه من ان انا اعرف البلاد سبلاي بتاع السيربيلم؟ لان لو حصل اوكلوجن او ستروك يعني في اي ارتري في دول، هتعمل كده مشكله فاسكولار، فهتاثر على السيربيلم فيحصل ليشن يعني. تمام، هنا الفانكشن اناتومي زي ما احنا عارفين، احنا قسمنا دلوقتي السيربيلم لثلاثه لوب، anterior وبوستيرو في الكنوزيرا، لان هما نفسهم الباليو والنيو والاركي، وعرفنا كل واحده بتعمل ايه، والهايلايت حرفيا اهم حاجه في الصفحه يعني. طيب ايه شويه التراكس دول؟ يعني ما لهمش اي لازمه، بس نعرف ان هو مثلا في الانتيرو لوب اللي هو الفوق خالص ده، بيبقى بره بينه وبين السباينال كورد بيبقى فيه تراكت كده، سواء بدانا من السباينال لحد السيريبيلر او العكس، فبنسميه بقى اللي هي فينترال دورزال سباينو سيريبيلر تراكت، ونعرف الامراض اللي بتحصل فيهم ايه كمان شويه. بعدها بالنسبه للبوستيرير او اللي هي نيو سيريبيلم، دي بقى بتبقى ليها كونكشن كده بالبرين نفسه اللي هو السيريبرال هيمسفير، ما بين بقى من اول دنتيت نيوكليوس وتعدي بالرابر والاستلامس وبعد كده الكورتيكال كورتكس، فهو ده التراكس اللي بيحصل. بعد كده الاركس اللي بيرم او السيريبيلم او اللي هو تحت خالص ده، بيبقى له علاقه بقى بالفيستيبولار اباريتس، سواء كان فيستيبيول السيريبلم السيريبيلم او العكس. تمام، يعني هي مجرد اسماء تراكت كده تعرفوه. بالنسبة للإكوليبرم بقى، والحاجة اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها، مين اللي مسؤول عنه؟ الأركس سيربيلم، أي جزء في دول؟ الجزء اللي هو تحت خالص ده. تمام، هو ده المسؤول عن الاتزان. طيب السيربيلم ده بيعرف منين أو ازاي يخلي جسم الإنسان يقف متزن؟ الاتزان ده يعني أنا بقف من غير ما أقف وبمشي، الجيت بتاعتي بتبقى نورمال من غير ما أروح يمين وشمال. ايه اللي بيعرف السيربيلم اللي هو يعمل الاتزان؟ المفروض اللي هو بيكون فيه ثلاث حاجات في جسم الانسان بتوصل له معلومات، بتوصل السيربيلم معلومات فبيترجمها وبينتج عنه الاتزان او الاكويليبريم ده. اول حاجه واهم حاجه طبعا اللي هي الفيجن، اللي هو دلوقتي انا شايفه ان انا مثلا قدامي في حفره او انا قدامي ارض مستويه او كده، فببعت معلومات للسيربيلم فهو يعرف المفروض هو يتحكم ازاي في الاتزان بتاعي. تاني حاجه الديب سنسيشن، يعني مثلا انا دلوقتي واقفه على الارض فرجلي بتبقى حاسه بالارض، او ان ايدي لمس حاجه فبتبقى حاسه بيه، فالديب سنسيشن ده برضو بيروح للثالاموس وبعدها بيروح للكورتكس وكده. فالمهم اللي هو برضو بيوصل معلومات للسيرابيلم، برضو يعرفني انا واقفة على الارض دلوقتي ولا انا قاعدة على حاجة ورافعة رجلي او ايا كان. فالحاجات دي كلها بتوصل معلومات، بجانب طبعا الفيستيبولار ابيريتس او السيمسيركل كنالز اللي بتبقى موجودة في الاير، دي كلها بتساعد على الاتزان. ازاي؟ كان في صورة ليها، ثانية نشوفها، هي دي اهو، سواء كان الفيجن او الفيستيبولار اباريتس او الديب سنسيشن، الثلاثه دول بيجمعوا معلومات يودوها للبرين، بعدها يخلي الانسان ماشي متزن خالص اهو. تمام، بدايه من انت بتصحى الصبح، تقدر تقف على رجليه عادي مع انه مغمض عينيه ورجليه حاسه بالارض، ولما يفتح عينيه هيقدر يمشي لحد ما يروح للحوض مثلا، برضو لو غسل عينه بميه فمش قادر يفتحها هيفضل واقف برضو مع انه مغمض عينه. ف
سواء كان الفيجن دي موجودة أو مش موجودة، المفروض أن الإنسان عنده ديب سنسيشن بتخليه يحافظ على الاتزان بتاعه. طيب برضو السيربيلم بيعمل ايه؟ مش فاهم. نفترض دلوقتي اللي هو أنا ما عنديش سيربيلم، فدلوقتي الشخص ده واقف أو عنده مشكلة في السيربيلم يعني، فكل شوية يحصل اختلال في الاتزان بتاعه، هيجي مثلا يمين فيحصل كونتراكشن المسلز الموجودة هنا تخليه يتعدل يرجع للنص تاني، لا بس برضه هيجي يعمل شمال يعمل كونتراكشن المسلز أو يحاول يعدل نفسه الناحية التانية، فيفضل واقف يتمطوح كده أو حاسس بالترنح. فدي كده مشكلة، لأنه كده معتمد على البيراميدال تراكت اللي هو كل ما يجي يقع يحاول يلحق نفسه بطريقة فولانتري هو اللي بيعملها. فإيه المشاكل اللي بتحصل مبدئيا؟ مش هتبقى الحركة ردة الفعل سريعة، لأنه لسه بيشوف نفسه بيقع ناحية ايه، على ما يفكر اللي هو يعدل نفسه هياخد وقت ممكن يقع أصلا. تاني حاجة، هو دلوقتي مثلا ديفيد ناحية اليمين بدرجة 45 درجة، فأنا ممكن أجي لما يجي يعدل نفسه يعدلها بزاوية مثلا 50، فكده هينقل نفسه على الناحية التانية بطريقة أكبر أكتر من الدرجة اللي عايزها، أو يجي يعدلها بدرجة 30 فكده هيفضل يقع برضه. فطالما الإنسان معتمد على نفسه ومعتمد على البيراميدال تراكت كده هيقع، مش هيبقى قادر اللي هو يقف كده بشكل مستوي زي ما الراجل ده مثلا واقف أو ماشي. لكن السيربيلم بفضل ربنا يعني المفروض اللي هو بعد ما ياخد المعلومات من الثلاث حاجات دي بيبدأ يترجمها يعمل بالانس او اكليبر، ازاي رد فعله مبدئيا تبقى انفولنتري، واحنا كل ما نيجي نقف نفضل نفكر ان ازاي مش هقع، لا السيربيلم هو اللي بيخلص كل حاجة. مبدئيا رد فعله بتبقى سريعة بتبقى بسرعة نفس مقدار الانحراف بالظبط، لو جت تنحرف بنسبة مثلا نص درجة من 100% فهو هيعمل نفس المقدار ده بالظبط وعكس اتجاه الانحراف بالظبط. كل حاجة ماشية سبحان الله، يعني إن كل شيء خلقناه بقدر. فده وظيفة السيربيلم. أما بقى لو الشخص ده عنده مشكلة في السيربيلم وهو واقف كل شوية يمين وشمال ويفضل معتمد على البيراميدال تراكت وفي الآخر هيقع، دي بنسميها ترانكل التاكسي. طيب ده كده لو هو واقف على رجلين بيحصل له كده، أمال لو واقف على رجل واحدة يحصل له ايه؟ طيب هو ايه اللي هيوقفه على رجل واحدة أصلا؟ هو ماشي، هو واحنا ماشيين بنقف على رجل واحدة وبنبقى رافعين التانية على ما نوصل للحتة التانية، فوقتها عشان يحاول اللي هو يساعد نفسه يقل أو يزود الاتزان شوية هيمشي على وايد بيست، يعني هيحاول اللي هو يفرق المسافة ما بين الرجل، المفروض ان احنا مش بنمشي المسافة دي كلها كل الرجل والتانية، فهو هيبعد المسافة بحيث اللي هو يعمل اتزان لنفسه زي ما الطفل أول ما يبدأ يتعلم المشي، يعني زي البنت دي كده عشان لسه بدأت تمشي فبيبقى في مسافة كبيرة بين رجليها ورجلها التانية فبتبقى ماشية بالطريقة دي. لكن ده واحنا صغيرين مجرد ما نتعود على المشي وبنكبر خلاص بتبقى طريقة ماشيين عادية، لكن هي دلوقتي ماشية أو الشخص اللي عنده سيريبيلم ليشن بيحصل له درانكينج جيت اللي هو بيبقى ماشي شبه الشخص اللي شارب مثلا الكحول أو كده. دي صورة للراجل فعلا ممكن يكون عنده سيريبيلم ليشن، يعني شايفين برضو الفرق بين رجليه والتانية، هو بيحاول اللي هو ميقعش. فدي كده بنسميها درانكينج جيت. هنيجي نبص لها هنا في الصفحة التانية بقى، هو بيتكلم عن دلوقتي وانا بتكلم عن الاكوليبريم اصلا حصل مشكلة في الاكوليبريم، مين كان مسؤول عنها؟ من تحت خالص اللي هي الاركي سيليبريم او اللي هي الفريكونيديال لوب. فلما حصل ديسيربنس انا هوصله في 3 حاجات، وقفته بتبقى عاملة ازاي لما يجي يمشي، المشكلة بتحصل في المشي، والتون والريفلكس. التون والريفلكس هتبقى ثابتة معانا على طول اللي هي بيحصل هايبوتوني، يعني بما ان الفاليو بيتضرب عموما ف الفاليو سيريبيلم ده كان بيبقى مسؤول اللي هو يعمل ستيميليشن للتون، فلما يتضرب هيحصل هايبوتونيا وهايبرفليكسي، فدي يعني نقطة سهلة ونقدر ان احنا نجيبها على طول، مجرد ان السيريبيلم يتضرب يبقى يحصل هايبوتونيا على طول. طيب بالنسبة للبوستشر قلنا ايه اللي هيحصل؟ هو يبقى واقف مش قادر يوقف نفسه بيبقى متزن، يفضل يروح يمين وشمال يتمطوح كده، بنسميها ترانكل التاكسي. لما طبعا الجيت بقى اللي هي مشيته بتبقى عاملة ازاي؟ بتبقى وايد بيز زي ما شفنا، نفتكر على طول البنت الصغيرة وهي ماشية تبقى في فرق كبير بين كل رجل والتانية، فبتمشي بشكل ستاجرنج جيت او درانكينج جيت، يعني هي مش بس بصوا الراجل هنا ايه، مش بس بيمشي رجليه مفتوحة وبعيدة عن بعض، لا هو نفسه بيتهزز من فوق مش قادر يوزن نفسه يعني، فدي بنسميها درانكينج جيت كأنه شخص شارب الكحول بالظبط. نتكلم بعد كده بقى على النيو سيريبيلر سيندروم. هو اصلا النيو سيريبيلر ده كان ايه اللي هي الفانكشن بتاعته؟ نيو سيريبيلم كان مسؤول اللي هو يعمل كوردينيشن. ايه كوردينيشن ده؟ لو جينا بصينا على الولد ده المفروض بيعمل ايه، هو بيعمل دلوقتي فليكشن للالبو جوينت، فكده بيمرن العضله اللي هي بتاعه البايسبس فبيعملها كونتراكشن. بس شايفين ماشي ازاي الحركه بتاعت ايده سموث خالص او بنسميها فاين موفمنت، يعني ماشيه بطريقه كويسه
او هو ده الطريقه اللي اي حد فينا المفروض نورمال بيعملها، لانه عامل تناسب بين كل عضله والتانية او مشغل كل العضلات بشكل صح، وده اللي بيساعده طبعا السيرابيلم باذن الله. تمام. طيب نفترض ان هو الشخص ده لا قدر الله عنده سيربيلر ليشن، المفروض هو هيتاثر ازاي؟ بدل ما كان ماشي بطريقه سموث وجنتل خالص كده، لا هتبقى بالطريقه دي، كان يعني عمال بيرزع حرفيا. هو دلوقتي معتمد على البيراميدال، فعايز تعمل فليكشن اهو الفليكشن، هيقوم قافل اكستنشن اهو اكستنشن، يعني ماشي بطريقه ايه اللي هو حرفيا بيخبط، بعكس الانسان الطبيعي اللي بيبقى ماشي بطريقه سموث. طيب مش فاهمينها برضو، نيجي نبص هنا، دي البايسبس زي اللي هي لونها احمر، عايز يعملها كونتراكشن، في نفس الوقت الترايسبس هيحصل لها ريلاكسيشن. شايفين الايد ماشيه ببطء وبطريقه مش ببطء اللي هي بطيئه، لا هي ماشيه تناسب او تناسق كده بين كل عضله والتانية. تمام. وقت ما دي يحصل لها كونتراكشن دي بيحصل لها ريلاكسيشن، لكن لو اعتمدت على البيراميدال بس يعني هيشغل عضله واحده بس، زي ما مثلا الراجل التاني كان بيقوم يخبط مره واحده كده او بيفتح ايده مره واحده كده، دي برضو العضله باينه اكتر اللي هي اهي، كل ما يجي يقفل ايده هنا بيحصل كونتراكشن وهنا ريلاكسيشن. طيب ده اللي كانت المشكله عند الراجل ده لو اعتمد على البيراميدال. طيب السيربلم دلوقتي حصل فيه مشكله، بدل ما كان بيعمل كوردينيشن هيبقى ان كوردينيشن، اللي هو مش قادر يعمل تناسب بين كل عضلاته، بدل ما كانت الحركه ماشيه مره واحده كده، لا هتبقى بشكل متقطع او هيحصل لها ديكومبوزيشن. ازاي؟ مثلا مش هيرفع ايده مره واحده كده، هنلاقيه طالع درجه ويقف شويه ويقف شويه ويقف، زي ما الولد ده كده مثلا هقول له المس القلم او المس النص بتاعك، شايفين ايده عماله تتهزز اصلا، وكل ما يقرب على التارجت اكتر كل ما ايده بتتهزز اكتر، شايفين كل ما يوصل للنص ايده بتقعد تعمل ازاي، ما يبقاش قادر اصلا لو يحدد مكانها مع انه فتح عينه. نفس الفكره في الولد ده، بصوا الفكرة طول الولد اللي كان بيلعب بالدمبل كان ازاي بيرفع ايده بسهولة خالص كده، ده تحسه اللي هما بيعملوا مجهود وهما بيرفعوا ايديه، بص لحتى ما يوصل للنص ايده بتقعد تتهزز كده بتعمل تريمور، مع ان التريمور او اللي هي الرعشة اللي بتحصل في ايدهم دي بتحصل مع الحركة فبنسميها كاينيتك. طيب ليه اتسمت intentional؟ intentional يعني مقصودة، هما اللي بيعملوها لان خلاص هما اللي بيحركوا ايديهم اصلا، لكن طول ما هما ساكتين وفي حالة الريست مش هيحصل اي مشكلة ولا هيحصل اي تريمور، لكن كاينتك يعني بتتحرك، انتنشن بتزيد كل ما يقربوا للتارجت بتاعهم اكتر. تمام. الحاجه اللي هتثبت معانا عموما في نيو سيريبيلر سيندروم او ليشن، مشكله في نيو سيريبيلا بدل ما كان في كوردينيشن يبقى حاجه اسمها ان كوردينيشن، مفيش تناسب مع العضلات كويس، حصل حاجه اسمها ديكومبوزيشن، الحركه هتبقى متقطعه، حركه اي حاجه في جسمك بقى، في العين، الشخص وهو بيتكلم، الماشيه بتاعته، اي حاجه يحصل فيها ديكومبوزيشن او متقطعه كده او انترابتد. مثلا عينه هيحصل فيها اللي هي نستجمس، اللي هو مش المفروض تبقى ثابته كده وهي بتبص على حاجه، لا هتقعد تتهزز كده. تمام. طيب هنرجع نقرا الكتاب، هو ده النيو سيريبيلر سيندروم، حصل مشكله فين؟ هي النيو سيريبيلر مسؤول عن الكوردينيشن، فلما حصل فيها ليشن او مشكله هتعمل ان كوردينيشن، مفيش تناسب بين العضلات، كل عضله كده ماشيه بطريقه ايه، اي حركه بتحصل في طريقه متقطعه. وطبعا السيربلم ده بيبقى على حسب، يعني مثلا لو المشكله السيربلم اليمين هو اللي مضروب، هيحصل وقتها انه لو جيت اقول له بص على القلم ده او بص على صباعي هنا وخليته يبص لناحيه اليمين وهو مثبت راسه، هيجي يحرك عينين الاتنين ويبص ناحيه اليمين هتلاقي عينيه عماله تتهزز كده، لما يجي يبص ناحيه الشمال هتلاقي عينيه ثابته عادي زي الشخص الطبيعي، فعلى حسب اي حته في السيربلم الضرب. طبعا لو الاتنين بيبقى عنده النستجنس دي في الاتنين، يقول لك لو خليته يبص على فيكسيشن بويت او حاجه اللي هو عارفين لما نيجي نقدم مثلا صباعنا من عينينا كده او نركز في حاجه معينه مقربه، هتبقى رابط كومبوننت هتفضل العين تتهزز جامد قوي كده، يحصل لها نستجمس زي ما شفنا في الفيديو من شويه، بتبقى اصل كومبوننت بالنسبه للريستنج بوينت او حاجه بعيده بالنسبه لهم شويه. طيب بالنسبه للكلام، المفروض ان وانا بتكلم دلوقتي في عضلات بحركها عشان اقدر ان انا اطلع كلام يبقى متناسق ورا بعضه كده، والكلام يبقى بقوله بسهوله، يعني مثلا بقول جمله من 10 كلمات ورا بعض من غير ما اقف او من غير ما اقطع، هما بقى هيبقى عندهم مشكلة في تحريك التناسب بين العضلات أو الكوردينيشن بتاع العضلات وهما بيتكلموا، بيحصل لهم حاجة اسمها ديس أرثيا أو ستاكاتو سبيتش. من كلمة ستاكاتو كده تحس اللي هو شخص يعني عنده حاجة شبه التأتأة كده، مثلا اسم المحاضرة بتاع النهاردة ايه؟ سيربيلوم، هو ما يقدرش ينطق سيربيلوم. سوري يا جماعة، اللي حصل انه لو جيت اسأله مثلا حد عنده سيربيلا ريليشن اقول له ايه اسم محاضرة النهاردة، مش هيقول سيربيلا من اللي هي
يعني مقطع واحد كده على بعضه، هيقسم الكلمة المقاطع. يعني مثلا يقول سي ري بي لم، تمام، هي أنا مش عارفة أقلدها ازاي بالظبط، بس هيبقى مقسم الكلمة مش قادر يقولها على بعض كده، فما بالك الجملة على بعضها، فهو مش قادر يجمع كلام، حصل عنده استكات سبيتش. عندي حاجة اسمها نودينج، سواء في الهيد أو ترانك. يعني انتوا عارفين نودينج يعني عمالة أقدم، يعني بهزز راسي لقدام كده كأني بقول أيوة أيوة، أو بعمل الروتاتوري اللي أنا بيمين لشمال كأني بقول لأ، تمام. فالحركة دي بتبقى ملازمة سواء بتاعة الهيد أو بتكمل الترانك، مثلا برضو بتبقى نودينج موفمنت، بس اسمها هنا تيتيوبيشن. برضو بيبقى الترانك بتاعه اللي هو يعني بجسمه نفسه كده بيقعد يتحرك برضو كأنه بيعمل أيوة كده، تمام. وقلنا على الانتنشنال كاينيتيك تريمورز، اللي هي تريمورز بتحصل وقت ما هو بيبقى قاصد يحرك ايده مثلا، واول ما يقرب على التارجت مثلا هيلمس فينجر تاني او هيلمس النوز، فبتزيد او التريمورز دي، عشان كده اتسمت انتنشنال كاينيتيك تريمور. طيب بالنسبة للجيب بتاعته هو ماشي هيعمل ايه؟ طبعا هيبقى فيه ديفيجن، يعني انحراف، ودلوقتي الكوردينيشن بتاع جسمه مش متظبط، مفيش التزام بشكل كويس، فهيبدأ دايما طول ما هو ماشي مش بيقدر يمشي زينا في خط واحد، لا هتلاقيه كل شوية بيحدف ناحية معينة، لو بيحدف ناحية اليمين تبقى الليشن في اليمين، لو في الشمال تبقى في الشمال، يعني هي دايما تبقى ناحية الأفكتد سايد زي ما بيحصل في اللسان كده، تمام. طيب لو ده في حالة هي يونيلاترال ليشن، لو مثلا السيربيلا مضروب في اليمين أو الشمال، طيب لو مضروب في الاتنين بيمشي بشكل زجزاج. حرف كلمة زجزاج فيها حرف الزد، يعني مثلا هو المفروض الواحد معرفش ايه المنظر ده، المفروض اللي هو اي حد فينا ماشي طبيعي يمشي في خط واحد كده، هو بقى طول ما هو ماشي يمشي شوية في الحتة دي، بعدها يمشي هنا، بعدها يرجع هنا تاني، هيبدأ ماشي بالطريقة دي، فهي ده معنى كلمة زجزاج. هو ده شكل اللي هو الشخص اللي عنده نيو سيريبيلا سيندروم. وقلنا الهايبوتونيا والهايبرفليكسيا مع الاتنين سواء المضروب نيو او اركي، تمام، بما ان الفاليو بيبقى يعمل ستيميليشن للتون. بعد كده ده بالنسبة لأول جزء اتكلمنا عن الأناتومي الفانكشن، أعتقد اللي هي جزء بسيط خالص، عرفنا مكانه فين، اللي هو بيتكون من فيرمس واتنين تو سيربيلر هيمسفير، وكل واحدة بتتكون من 3 لوبس، وكل لوب اسمها ايه، كل واحدة ليها اسمين وليها فانكشن مهمة. الحاجات اللي بالهايلايت عرفنا البلاط في الباي، سكة وأيكا وبايكا، وعرفنا في الأرك لما الإكويليبريم وهو واقف هيفضل يتطوح كده ترانك الأتاكسي وهو ماشي، يبقى شبه الراجل المسطول يبقى درانكن جيت. هايبوتونيا ده في الاتنين. النيو سيريبيلم بيبقى مسؤول عن الكوردينيشن او التناسب اللي بيمشي في العضلات، فلما يحصل ليشن فيها ان كوردينيشن كل حاجه تمشي بشكل متقطع، سواء حركه تانية هتبقى بتتهزز كده، حتى بيتقال عليها دانسد اي، وهو بيتكلم هيبقى كلامه متقطع، حاجه اسمها ستاكاتو سبيتش. راس وترانك هيعملوا حركه نودنج موفمنت. الكينيتيك تريمور عرفناها برضو، والجيت وهو ماشي حسب بقى يونيلاترال فهيبقى ماشي يحدف على الناحيه المضروبه، لو بايلاترال هيبقى ماشي بشكل زجزاج. والهايبوزونيا والهايبرفليكسيا ده موجودة في الاثنين، تمام. بالنسبة للأتاكسيا، هو دلوقتي الشخص ده السيربيلر بتاعه في مشكلة أو عنده مشكلة في أي حاجة، المهم اللي هو عنده دلوقتي incoordination، مش قادر يمشي الفولونتري موتور اكتيفيتي بشكل صح، سواء كان معاه بقى مشكلة في الاتزان أو مش معاه مشكلة في الاتزان، بس أهم حاجة في الديفينيشن هنا إنه in the absence of motor weakness، بمعنى يعني مثلا ممكن ندخل على patient ربنا يعديها على خير، يعني تيجي تدخل في العملي ودلوقتي حالا يورو، والدكتور يقول لك شوف كده الكوردينيشن مظبوط ولا لا عند المريض ده، والمريض اصلا يكون قاعد على كرسي متحرك، فتروح مثلا يلا بقى يا عم قوم كده وريني الجيت بتاعتك عامله ازاي، او هات كده نعمل فينجر تو فينجر، او لمس الفينجر للنوز عندك، هو اصلا عنده بارالس يمشي ازاي، عنده موتور ويكنس اصلا، فازاي هيوري لك جيت او هيوري لك الحاجات دي كلها. فاول حاجه تتاكد منها قبل ما تشوف حاله السيريبيلم، تتاكد اللي هو ما عندوش اللي هو ما عندوش يعني ويكنس، تمام، ما عندوش ويكنس نبدا نشوف الكوردينيشن، لكن لو عنده ويكنس خلاص كده خلص، تمام. فهيحصل ازاي، ايه الانواع بتاعتها بقى، فاكرين الصوره دي، احنا عرفنا اللي هو السيريبيلم ده المسؤول عن الاتزان الاكوليبريم والكوردينيشن، بياخد معلومه من 3 حاجات، عن طريق الرؤيه، عن طريق الفيسيبر ابريتس، وعن طريق الديب سنسيشن. اي حاجه تدور فيهم بقى هتعمل التاكسي، زي مثلا لو السيريبيلا هو اللي ضرب هتعمل حاجه اسمها سيريبيلر التاكسي، لو الديب سنسيشن هي اللي ضربت او فيها مشكله يعني هنسميها سنسوري التاكسي، طبعا لو الاثنين او ميكس يعني فبنسميهم كومبايند التاكسي، ممكن تبقى المشكله فيستيبولر فبقول عليها فيستيبولر التاكسي، تمام. طيب نفرق بينهم ازاي، هنفرق بينهم ازاي،
دلوقتي لو الراجل ده النوع بتاع الاتاكسي اللي عنده سيريبيلر اتاكسي، يعني دلوقتي المشكلة عنده في السيريبيل، ده في ليشن، في مثلا تيومر ولا حاجة فاسكولار، حصل ستروك، حصل اي مشكلة، لو قلت له اقفل عينيك هيبقى عنده الاتاكسي دي برضو، واقف مش قادر يقف، او اللي هو الجيل بتاعته مش مظبوط، عنده الاتاكسي بتظهر، وفاتح عينيه بتظهر، يعني بغض النظر بقى الفيجن موجودة او مش موجودة، هو اصلا مهما بعتله من معلومات هو مش هيقدر يترجمها ويعمل بالانس، تمام؟ فكده تبقى المشكلة سيريبيلم، يعني لو لقيت واحد سواء هو فاتح عينيه أو قافل عينيه الأتاكسي عنده، فيبقى كده المشكلة سيريبيلم. طيب لو المشكلة بتظهر لما يقفل عينيه، يعني طول ما هو فاتح عينيه الدنيا كويس، أول ما يقفل عينيه كده في مشكلة، ده معناه إن السيريبيلم بيترجم عادي، يبقى المشكلة هنا في الديب سنسيشن بقى، في مشكلة الشخص ده مثلا مش بيقدر يحس بالأرض أو عنده مشكلة في السنسيشن، فتبقى كده المشكلة سنسوري أتاكسي. طيب المشكلة ممكن تكون ريستيرو التاكسي، دي حالة بقى اللي هي بيبقى معاها فيرتيجو كده، ودي حاجة مش مهمة أوي. في حاجة بقى اللي هو يعني بتبقى موجودة سواء هو فاتح عينيه أو قافل عينيه، طيب ما احنا قلنا اللي هي سيريبيلم، لا بيقولك لا وبتزيد أكتر لما يقفل عينيه، دي كده تبقى المشكلة كومبايند أو ميكسد التاكسي، تمام؟ هنبدأ في السيريبيلار أتاكسيا، محتاجين نعرف كذا حاجة عنها، هنعرف الكوزس يعني ايه الأسباب اللي بتعملها، ونعرف أهم اتنين فيهم، بعد كده ندخل على الكلينيكال بيكتشر او الساينز اللي انا بشوفها على المريض ده، وبعدها شويه اختبارات كده احنا بنعملها معاه، هي اغلبها المفروض عملي بس نعرفها برضو. بعد كده هنتكلم عن نوعين مشهورين فيه. اول حاجه ممكن تكون ايديوباتيك، جايه مثلا واحد اولد ايج وحصل عنده ديجنريليشن، ممكن تبقى جايه حاجه هيريديتري بنسميها هيريدو فاميليال، شبه اللي هي فريدريك او مارس، ودي هنتكلم عنهم، او حاجه تانية دي بتبقى جايه من طريق الوراثه، يعني حاجه جينيتك، ممكن تكون جاية بسبب معين، مثلا حاجة congenital هو الطفل اتولد كده، مثلا زي اللي عنده Arnold malformation أو عنده cerebral palsy، أو مثلا عنده abscess، عنده HIV، عنده مشكلة vascular زي ما قلنا، أي حاجة من ال blood supply حصل فيها stroke أو في malformation toxic، اللي هو الشخص ده جاتله ال cerebellar ataxia دي عن طريق أدوية اللي هو بياخدها، سواء كان abuse أو اللي هو خد جرعة زيادة عمل toxicity، عنده مثلا tumor حصل، التيومر اللي حصل في الفيرمس اللي هو الجزء اللي في النص بنسميه مضل بلاستوم، ولو حصل في السيريبيلر هيمسفير اللي هما الاتنين اللي على الجنب بنسميه استروسيتوم. ممكن تكون سبب في مثلا اكوستيك نيوروما وضغط على السيريبيلم فعمل فيه مشكلة، ممكن حاجات تانية بقى زي هيدروسيفلس، هايبوثايرويديزم، بارانيوبلاستيك سيندروم، اي حاجة من دول، ولكن اهم حاجة اللي هي هيريديتري وديسيمينيتد سكليروزس. الديسمينيتد سكليروزس ده ليه اسم تاني اللي هو مالتيبل سكليروزس، وده اشهر حاجه بتيجي بسيريبيلر اتاكسي، تمام؟ المفروض دكتور علام كان بيقول، مش عارفه هو او دكتور اشرف، يعني المهم كان بيقول ان هو لو الشخص جاي معاه مثلا سي ان اس انفولفمنت في حاجات تانية او نيورو مانيفستيشن في حاجات تانية بجانب السيريبيلر اتاكسي اتاكسيا، بشك اللي هو ديسمينيتد سكليروزس، تمام؟ يعني دي اشهر حاجه هي والهيريديتي، تمام؟ بس هنتكلم عن الهيريدو فاميلي. طيب بالنسبة للكلينيكال بيكتشر بقى بتاعت الأتاكسيا بتحصل ازاي، زي ما احنا عارفين ده كله كلام متعاد، ومبدئيا عشان نشخص حد بسيريبيلر أتاكسيا يعني مفيش انفستيشن، مش هروح مثلا اقول له اعمل سي تي و ام ار اي او كده، لا هما بحاجتين بسيط خالص، الساينز او الكلينيكال بيكتشر اللي ظاهرة عليه بجانب الاختبارات اللي هتتعمل دي، لو طلع بوزيتيف يبقى كده خلاص هو ده كده بشخصه سيريبيلر أتاكسيا. المفروض ان هي عبارة عن ميكسد مانيفستيشن برضو على حسب المكان اللي الليشن دي موجوده فيه، احنا عرفنا مثلا اللي هما ثلاثه لوبس دلوقتي، لو اللي فوق خالص اللي هي الانتيريور باليو اتضربت يبقى تعمل هايبوتونيا وهايبرفليكسي، لو البوستيريور اللي تحتها اللي هي نيو سيريبيلم كده هيحصل انكوردينيشن، لو الاركي سيريبيلم اللي هي اللي تحت هيحصل مشكله في الاكوليبري، تمام؟ يعني دي حاجه خلاص احنا ايه تعودنا عليها. الانكوردينيشن يعني ايه؟ يعني كل حاجه هتبقى متقطعه، كل حركه هتبقى حصل فيها decomposition، سواء نستجمس اللي هي في هزة العين، الهيدولوجي والترنك، الديسارتريا اللي هي استكاتو سبيتش، كينيتيك تريمورز تريمورز بالذات في الأطراف، الإكوليبريم اتكلمنا عنهم في حاجتين، الشخص وهو واقف والشخص وهو ماشي، وهو واقف هيبقى ايه كان بيتقال عليه ترنك ان التاكسي او سوينج، بيبقى واقف عمال يتطوح كده، وهو ماشي بتبقى الفرق ما بين رجل والتانية كتير، بنسميها وايد بيز او ستاجرنج او درانكنج، تمام؟ فدي كلينيكال بيكتشر وكلها كلام متعاد الحاجات اللي فاتت. طيب هو دلوقتي ظاهر على الحاجات دي، طيب في هل في تستات مثلا معينه لو انا عملتها، مش حاسه انها تستات، لو في اختبارات معينه عملتها وطلع بوزيتيف يبقى كده اتاكد اكتر، او حاجه تاكد لي الساينز،
اول حاجه الفينجر، مثلا فينجر تو نوز تيست او فينجر تو فينجر تيست او فينجر تو دكتورز تيست. اول حاجه الشخص الطبيعي النورمال عادي جدا لو جيت اقول له دي ايدك اهي، حاول ان انت تلمس الفينجر ده للنوز بتاعك بسهوله جدا، زي الولد اللي كان بيلعب بالبايسبس من شويه كان بيرفع ايده بسهوله جدا، هو نفس الفكره. اي حد فينا دلوقتي حتى غمضوا عينيكم وحاولوا تعملوا حركه تلاقيكم بتعملوها بسهوله جدا برضه، الحمد لله. لكن الشخص اللي عنده دلوقتي سيريبيلار اتاكسيا، هو بيبقى عنده انكوردينيشن، مش عارف يعمل تناسب بين العضلات بتاعته، فهتلاقي ايده عماله طالعه عماله تتحرك كده طالعه نازله لحد ما يوصل، وممكن ما يوصلش كمان. شايفين هنا اصلا لمس عينيه، هنا لمس تحت كده تحت خده، وطلع الحركه ايه مش ماشيه بالسلاسه كده، طالعه نازله وعمال يحصل تريمور بالذات كل ما يقدم التارجت اللي هو عايزه. عشان كده سميناها intention kinetic tremors، زي ما قلت kinetic عشان هو اللي بيحرك ايده فيحصل التريمور، intention لانها بتزيد كل ما يقرب للتارجت بتاعه اللي هو النوز. فكده يبقى شخص عنده مشكله decomposition of movement، لانه ما عملهاش على حركه مره واحده كده، لا هو طالع نازل كل شويه ايديه يعمل فليكشن ويقف فليكشن ويقف لحد ما يوصل لحد هنا، فكده في مشكله في السيربيلا. اخر حاجه خالص ديسمتريا، وهنعرف دلوقتي يعني ايه هايبر او هايبومتري. هنبدا نشوفها في الصور هنا، دي كده فينجر تو نوز، يعني هقول دلوقتي ايدك بايد اهي لمس الفينجر للنوز، المفروض لو عملها بسهوله يبقى كده نورمال. فضل طالع نازل كده لمس حته ثانيه، او فضل يعمل تريمورز كتير قوي كل ما يقرب من النوز، يبقى كده خلاص بوزيتيف تيست. او مثلا هقول له لمس الفينجر تو فينجر، يعني صباعك بصباعك التاني، عارفين الحركه اللي هي في بوست مثلا الناس يقول كود بي اس او كده، ويقوم حاطين ايموشن اللي هو زي صباعين كده لامسين بعض، فهي نفس الفكره فينجر تو فينجر، بقوله يعمل الحركه بتاعه الاس دي، او فينجر تو دوكترز فينجرز، انا بقى اللي بحط صباعي كده واقول له يلمسه تمام. برضو ممكن لو لمسها كده بالظبط يبقى كده تمام، لكن في ناس تانية بيبقى عندهم مشكله يقعدوا يلمسوا الجنب هنا ويلمسوا الجنب هنا، زي ما شوفنا في الفيديوهات هنا، هو بدل الفينجر عمله القلم. يعني شايفين الولد ده يعني اصلا بيروح لحته تانية وبعدها لسه هيلمس، حتى لما يلمسه ايديه لسه بتتحرك لما يرجع للنوز، بس ده معناه اللي هو عنده مشكله في السيريبيل. نفس الفكره في الولد ده، ده اكتر واحد بيزيد عليه التريمور قوي كل ما يقرب من التارجت، مع انه وصل للنوز عادي بس برضو ايديه مش ماشيه بشكل سموث خالص تمام. قلنا برضو بيحصل نوع حاجه اسمها ديسمتريا، سواء كانت هايبر او هاي. الشخص اللي عنده مشكله في السيريبيلم دلوقتي، يعني الديسمتريا عنده ممكن تكون هايبر متريا، يعني بقول له امسك الكوبايه دي فيجي يمسكها ايده تعديها، كده معناه ان عنده هايبر متريا يعني اوفر شوت، او ممكن تبقى اندر شوت اللي هو يجي قبلها كده ويمسك، زي ما قلنا في اللي فات هو كل شويه يجي ايه بعيد عن القلم، يعني لو جه عند القلم وعداه يبقى كده عنده هايبر متريا، لو جه قبل القلم دي معناها هايبر متريا تمام. هو ده معناه. يبقى ده كده بالنسبه للتستات اللي بتحصل بالنسبه للفينجر، سواء بخليه يلمسها للنوز او الفينجر بتاعه التاني او الفينجر بتاع الدكتور، تبقى عنده الحاجات دي. اعتقد ان هي مهمه طالما في الجدول او فيها يعني مصطلحات مهمه. طيب بالنسبه للاختبارات اللي احنا بنعملها بالهاند، اللي هو يعملها بايده كامله بقى مش صباع، اول حاجه في حاجه اسمها انت عارفين اللي هي برونيشن وسوبينيشن، اللي هو يخليه يرفع، بص الصوره هنا اللي هي دي تمام. حاولوا ان انتوا الحركه دي، انا دلوقتي حاطه ايدي على وشها وبعدين على ظهرها، حاولوا انتوا تعملوا الحركتين ورا بعض كده هتلاقيكم بتعملوها بسهوله جدا، اعملوا بسرعه الحركتين ورا بعض هتبقى تمام. المريض اللي عنده سيريبيلر ليشن او سيريبيلر اتاكسي، انا هتلاقوا اللي هو بيعمل حركه ويستنى شويه وبعدين يقلب على الحركه التانية، فهتلاقي ان هو معتمد على البيراميدال عنده انكوردينيشن تمام. هو القصد من حته البيراميدال او كده انه لو شخص ده السيريبيلم بتاعه نورمال، يعني هتلاقيه بيعمل كوردينيشن والحركه ماشيه سموس عليه خالص، لكن لو اعتمد على البيراميدال هتلاقيه بيعمل حركه عنيفه قوي، زي ما شفنا الولد اللي كان بيقفل ايده مره واحده ويفتحها مره واحده. عنده مشكله في السيريبيلم هيبقى عنده انكوردينيشن، هتلاقي الحركه اللي هي ايه بطيئه شويه، عمال يشغل عضله وعضله تمام. فهي نفس الفكره يعني كده، هتلاقيها متقطعه او ديكومبوزيشن زي ما احنا قلنا. فهو لما يجي يعملها زي ما قلنا هيفضل قاعد شويه صغيرين كده، او في حاجه تانية برضو للتست ده اللي هو ايه خليه يرفع ايديه الاتنين كده وبرضو يقوم عاملها يلفها كده زي ما اتجاه السهم زي ما انتم شايفين، يجيبها هنا وهنا، برضو اي حد فينا هيقدر يعملها بسهوله جدا. اما ده لما نيجي نعملها له هيفضل يقف شويه عند كل حركه لانه مش عارف يعمل كوردينيشن بشكل كويس، فهو مش هيقدر يعمل الالترناتيف موفمنت دي. تاني حاجه اسمها هولمز تيست او ريباوند، المفروض ان هي عامله ازاي تقريبا ليها صوره برضو.
دلوقتي انتوا عارفين اللي هو الاختبار بتاع المقاومة اللي بيتعمل، مثلا الدكتورة هي ماسكة ايد البيشنت فبتقوله مثلا اعمل فليكشن للقلب، فهو عمال يعملها لكن هي بتقاومه بايديها. المفروض اي شخص طبيعي لو انا شلت ايدي مرة واحدة، ايده دي يعني ايه، هتيجي على كتفه كده او هتيجي الناحية التانية اللي هي الشمال مثلا، المهم اللي هو مش هيأذي نفسه. بعكس مريض السيريبيلم بقى، هو هيبقى عامل قافل خالص كده، مجرد ما الدكتورة تشيل ايديها هيقوم خابط وشه او خابط جسمه يعني، تمام، لان ما عندوش كوردينيشن بشكل كويس، هو معتمد ان الحركة بتاعته بتبقى عنيفة مش فاين. فعشان كده لازم طبعا واحنا بنعمل التست ده بالنسبة للمريض، لو انا شاكة اللي هو سيريبيلم المفروض اللي هي الدكتورة بتحط ايديها كده بحيث اللي هو لو جه خبط ايده تقوم هي ماسكاه ما يأذيش نفسه. دي صورة تانية ليها برضو، الدكتور ماسك ايد البيشنت اهو ودلوقتي بيعمل فليكشن اهو على اخره، المفروض اللي هو اول ما الدكتور يسحب ايده دي هيقوم، شايفين ايده خابطة ازاي، لسه هيأذي نفسه يقوم الدكتور لحقه وماسك ايده، تمام. فدي معناها اللي هو المفروض الشخص الطبيعي بيبقى عنده زي نظام بريكنج كده او زي بيفرمل كده، اللي هو لا انا واخد بالي ان الدكتور سحب ايده، فهيقوم السيريبيلم سبحان الله يتحكم اللي هو يخليني اعمل كوردينيشن لعضلاتي وتروح للناحيه التانية ايديا ما اذيش نفسي، عكس الشخص اللي عنده ليشن او مشكله هيقوم ضارب في نفسه على طول فالدكتور يلحقه، تمام. فده من ضمن التستات المهمه اللي اسمها هو المساو ريباوند. الشخص اللي عنده سيريبيلر اتاك ده هتلاقي ان البريكنج عنده ان اديكوت، يعني مش بيحصل، هتلاقيه بيضرب نفسه على طول، فعشان كده لازم سبورت. طيب بالنسبة بقى للبوتنج والانبوتنج، دي من ضمن اكتر الحاجات المهمة. لسه كنت في الاول خالص بقول لكم الكوردينيشن مهم عشان اقدر الشخص مثلا لو هو بيلبس قميص يقدر اللي هو يقفل الزرار او يفتحه بسهولة جدا. طيب معادي يا دكتورة، اي حد فينا هيبص على زرار القميص ويقفلها ويفتحها عادي جدا. المشكلة اكتر بتبان في اللي هي الزراير اللي فوق، يعني مثلا اول 2 او 3 كده اللي احنا مش بنبقى شايفينهم، اي حد فينا يقدر يفتحهم ويقفلهم من كتر ما احنا اتعودنا، والحمد لله ان هو السيرفيلا او يعني الفيجن والديب سنسيشن وكل ده شغال عندنا كويس، فبيخلينا نفتحه ونقفله بسهوله جدا. هو الشخص ده بقى عنده مشكله، السيرفيلا اصلا مهما كان الفيجن عنده كويس او الديب سنسيشن كويس، السيرفيلا ما بيترجمش المعلومات اللي بتجيله منه. فاول مشكله اصلا تيجي عليه هيقول لك يا دكتور انا مش بعرف ان انا اقفل الزراير بتاع القميص، تخيلين حتى لو انا جيت قلت له هو يفتحهم ويقفلهم مش هيعرف. بالنسبة للليج بقى، الحاجات اللي احنا ممكن نعملها هيل، دي معناها كعب الرجل يعني اللي هي الحتة دي كده، تمام. أول حاجة هيل تو ني تيست، هنقول له شيل، خلي كعب رجليك اليمين مثلا يلمس ركبتك الشمال ومشيها على أصبع رجلك، يعني ايه برضو هنلاقيها في الفيديو ده. ودلوقتي حط، مش بيشتغل ليه، شايفين ايه اللي بيحصل، رجليها هي اللي هو الكعب بتاع رجلي اليمين بيجيبه على ركبته وبعدين يمشيه على الساق او الاصابع الرجل التانية كده. ده شخص طبيعي جدا. الشخص اللي عنده مشكلة بقى في السيريبيلم، هبعت له فيديو لانه مش هيشتغل معايا دلوقتي لانه يوتيوب يعني، هتلاقي الست وهي جاية بتمشي كعب رجليها على رجلها التانية كل شوية بتروح يمين وشمال كده، مش قادرة تظبطه بالظبط لان عندها مشكلة، تمام. يبقى دي حركة. او ممكن حاجة تانية اللي هي بقى الهيل تو دكتور فينجر، اللي هو تقريبا برضو زي الفينجر تو دكتور فينجر كده، تمام. ما لقيتش ليه صورة. طيب في حاجة كمان بقى اللي هي فوت تو فوت ستريت لاين، يعني اخليه يمشي في خط مستقيم، مش خط مستقيم اللي هو مثلا خطوة هنا وخطوة هنا، لا كله يبقى على نفس الخط زي ما احنا شايفين كده، ما يعديش الحتة دي. فدي بتظهر بقى بالذات لو عاوز يونيلاترال ليشن. احنا عرفنا اللي هو المفروض الشخص بيعمل وايد بيز كده او بيزود المسافة بين كل رجل والتانية عشان يوازن نفسه وهو بيمشي، اللي هي درانكن جيت، صح. طيب لو كانت الليشن لسه يعني مايلد او فيري مايلد، حاجة لسه في الاول مش ظاهرة كده، المسافة العادية اللي ما بين رجلينا دي تكفي خالص اللي هي تغطي عليه، يعني ممكن الاقي الجيت بتاعته نورمال خالص وماشي وما اكتشفش ان هو سيريبل. طيب اكتشفها ازاي؟ اي شخص طبيعي فينا هيقدر يمشي الحركة دي عادي جدا، لكن هو لما يجي يمشيها هيقوم يحصل له انحراف سواء اليمين او الشمال، زي ما احنا عرفنا بقى اللي هي ناحية ال affected side، ده في حالات ال unilateral. طيب لو bilateral هيبقى ظاهر عليه أصلا، هيبقى ماشي بشكل زجزاج. طيب ده كده بالنسبة لل cerebellar ataxia، تمام. دي بالنسبة لل cause بتاعته، وعرفنا clinical picture كل حاجات متكررة، نحدد أفتكر على طول ال loops بتاعة ال cerebellum وأعرف كل حاجة كانت بتعمل ايه وأعكسها بقى على طول، أفتكر new cerebellum كانت coordination فكل حاجة هتبقى decomposition ومتقطعة، ال equilibrium مفيش توازن سواء هو واقف سواء هو ماشي،
اللي كانت بتعمل استيميليشن للتون اللي هي الانسيرو لوب دي لا هيبقى فيها هايبوتوني. التستس كلها سهلة بصراحة، سواء بقى كانت بالفينجر او بالهاند كاملة او بالليك. تمام، وهبعت فيديوهات للحاجات اللي انا ما وضحتهاش. طيب بالنسبة بقى اللي هي الهيردو فاميليا، من اسمها هيردو فاميليا يعني بتتنقل على الكروموسوم، بتتنقل بالجين دي يعني. ففي نوع منها اسمها اوتوسومال دوميننت، وده اللي هو الفريدريك اتاكسيا، وفي قصدي ده المارس اتاكسيا، وفي اوتوسومال ريسيسيف اللي هي الفريدريك اتاكسيا. طيب ماذا بعد؟ محتاجين نعرف ان ده كان اسمائهم القديم، يعني زمان كانت بتتسمى فريدريك ومارس، دلوقتي اسمهم حاجة يعني متطورة شوية اللي هي سباينو سريبيلر اتاكسي. محتاجين نعرف الفرق اللي ما بينهم. هنلاقي الفريدريك اتاكسي دي بتظهر فين؟ هما مبدئيا الاتنين دول يعني سيريبيلر اتاكسي. تمام، الفريدريك دي او اللي هي الاوتوسومال ريسيسيف بتحصل في العقد الاول من الحياه، يعني تيجي عند سن 4 5 سنين كده، في اول 10 سنين من حياته يعني. لكن المرز او اللي هي الاوتوسومال دي هنقولها بقى مرز وفريدريك لانها اسمها اسهل بصراحه. هنلاقي البدايه بتاعته لا العقد التاني او التالت، يعني هو مثلا سنه 15 او 25 في الحاجات دي. الاتنين بتاع سواء الانصت او الكورس، الانصت بتاعهم بيبقى جراديوال، بيبقى ماشي واحده واحده كده، والكورس بتاعهم بيبقى بروجريسيف بس ماشي سلولي. طيب الكومبوننت يعني ايه الحاجات اللي بتضرب؟ مبدئيا الاتنين مشترك عندهم السيربل، هما الاتنين سيربلر اتاكسي، يبقى طبيعي كده كده اللي هيتضرب سيربل. بس لما اتكلم اكتر بقى عن الفريدريك اتاكسي هلاقي اللي هو اللي بيتضرب سيربلم وتلاتة بي، تلاتة بي اللي هما بيراميدال تراكت، بوستيريور كولوم، بريفرال نيرف. لو جبناهم من تحت لفوق هتبقى اسهل، يعني بريفرال نيرف وبوستيريور كولوم وبيراميدال تراكت. طيب ايه بالظبط اللي بيتضرب في السيربلم؟ هلاقي الاركيو والباليو. الباليو لو فاكرين التراكت اللي كانت موجودة معاه اللي هي السباينو سيريبيلر، والاركي كمان معانا. طيب لما يحصل مشكلة في السيريبيلم والبوستيريور كولوم والبريفرال نيرف هيأثر على التون ازاي؟ طبيعي هيبقى هايبوتوني، هتقل التون. طيب لما يحصل مشكلة في البيراميدال هيزيد التون. طيب ايه اللي هيحصل؟ ليه هيزيد التون في البيراميدال؟ لانه في طبيعته انهيبيتوري، فلما اعمل اضربه فهيحصل العكس اللي هو ستيميليشن هايبرتوني. لكن الثلاث حاجات دول هتبقى هايبوتوني، 3 على 1 طبعا الثلاثة يكسبوا، فاللي هيحصل عندي هايبوتوني او هايبو ريفلكسي، 3 على 1 نفتكرها على طول من هنا. طيب انتم متخيلين لما البيراميدال تتضرب من ضمن اكتر الحاجات البوزيتيف تيست اللي بتحصل هي بوزيتيف بابينسكي ساينز اللي هي بتحصل في رجليه بقى، واللي بيحصل وكده دي معروفة اتشرحت في محاضرات تانية اكيد، ده نتيجة ان اتضرب البيراميدال، ودي حاجة مشتركة سواء هنا او هنا. طيب بالنسبة للي اتضرب هنا اللي هي الاركي سيربيلم، الاركي سيربيلم ده كان مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الاكيليبريم، فكنا عارفين انه يحصل مشاكل في الجيب وهو واقف يحصل ترانك الاتاكسي، واقف يتطوح وهو ماشي هيبقى شبه الدرانك ان الراجل شارب. تمام، طيب بالنسبه للسنسيشن هيأثر على السنسيشن بما انه ضرب البريفرال نيرف وضرب البيراميدال كده، فيحصل لوست الانكل، وهيحصل حاجه برضو اسمها جلافز ستوك هايبوثيزيا، يعني الشخص ما بيبقاش حاسس سواء بايده او برجله اللي هي الاطراف خالص كده، مش بيبقى عنده هايبوثيزيا اللي هو مش حاسس بسنسيشن فيه. يبقى طبعا مشاكل في الديب سنسيشن، والديب سنسيشن ده كان مهم طبعا، ده كان من اكتر الحاجات اللي كانت بتبعت معلومات للسيريبيلم عشان تساعدني في الاتزان، فيحصل حاجه بقى اللي هي سنسوري اتاكسي. طيب السكيلز ديفيرنتلي اللي هي بقى هيحصل ديسكيفس او اللي هي كيفوزس او سكوليوزس، هنشوفهم في الصور اللي هي دي. ثواني، المفروض ان النورمال ارش بتاعت رجلينا بتبقى بالطريقه دي، في ناس بتبقى فلات خالص بتبقى مستوي، لكن الناس هاي ارك اللي هي بتبقى طويله لفوق خالص كده، دي اللي هي ده اللي هو الشخص اللي عنده البيسكيفس، وده بتحصل عند الناس اللي عندهم فريدريك اتاكسي. تمام، والكيفوس كيرلوزس ده اللي هي بقى بتبقى ديفورمز كده موجوده في العمود الفقري. تمام، ده سكوليوز وده كيفوس. طيب لكن من اهم الحاجات، سيبكم من كل اللي اتقال ده، طبعا مهم جدا ان احنا نعرف الهايبر ريفلكس هتحصل وايه المشاكل هتحصل في الاتاكسيا سواء هو واقف او هو ماشي، لكن هنا مهم قوي ان من اكتر الحاجات اللي هي كوز اوف ديس اللي هي الكارديوميوبيثي، الشخص ده بيحصل عنده اريزميا وكده، فيحصل قبل المرض سواء في الاي سي جي، بيحصل عنده كورونيك هارت ديزيز، دي حاجات مشهوره قوي ان هي تحصل معاه. ده كده بالنسبه لفريدريك. ومنها بحرف الاف فهي للاسف يعني اكتر في الفيميل. نتكلم بقى عن المرض برضه حرف الام فهي اكتر في الميل. هنا مرض بحرف الام فنعرف اللي هي بتبقى اكتر في الميل. الانسه بتاعتها بتبقى مختلفه عن فريدريك، هنا كان في قلنا في العقد الاول هنا التاني او التالت، الانسه والكورس الاتنين شبه بعض.
محتاجين نعرف بقى الديجنريشن او ايه الحاجة اللي هي بتتضرب في المارز هنا. نفتكر ان هو هناك كان سيريبيلم وثلاث حاجات بحرف البي، هنا بقى سيريبيلم حاجة واحدة بحرف البي اللي هي البرامتر. طيب اي جزء في السيريبيلم بالظبط؟ فريدريك كان بيتضرب الاركي، كان مسؤول عن الاتزان، هنا اللي بيتضرب النيو سيريبيلم اللي هو كان مسؤول عن الكوردينيشن. طيب افتكرها ازاي؟ هي حرف الام بعده ان، مارز نيو، تمام، ام ان. طيب كبرزنتيشن ايه اللي بيحصل؟ انتم متوقعين بقى النيو سيريبيلر اتاكسيا، قلنا كوردينيشن مشكلة حصلت فيه، هيبقى ان كوردينيشن هيحصل ديكومبوزيشن، كل حركة في جسم الشخص ده هتبقى متقطعة، حركة عين، طريقة كلامه، راسه، الترنك كامل، تريمورز اللي هتحصل كل ما يجي يلمس حاجة معينة، الجيت بتاعتها نفسها تبقى ماشية بشكل زجزاج، ولو يونيلاترال هيبقى ماشي بيحتف على الناحية الأفكتد. الكلام كله أعتقد بقى بسيط يعني، الحمد لله. طيب هنا كان 3 على 1، فالتلاتة كانت هي اللي بتكسب، اللي هي بتعمل هايبو ريفلكسي. هنا بقى سيريبيلم لما يتضرب هيعمل هايبوتونيا، عشان زي ما احنا عارفين البليو هيتقص. هنا بقى البيراميدال العكس، لما نضربه هيحصل زيادة في التون أكتر، اللي هي هايبرتونيا أو هايبر ريفلكسي. فطبعا بما ان البيراميدال ده حاجة عظيمة جدا، فهيحصل بما ان بيراميدال ديجنريشن هيحصل هايبر ريفلكسي. في حالات كده معينة هتلاقي ان الليشن مأثرة في السيريبيلم أكتر ما مأثرة في البيراميدال، فيبقى كده هايبر ريفلكسي عادي يعني، بس طالما بتكلم بيراميدال يبقى هايبر، تمام. لكن هنا البيراميدال كان موجود بس قصاده 3، فمكسبش هو. البيراميدال بقى حاجة مشتركة بين الاتنين، اللي هي الحركة اللي في الرجل دي بوزيتيف بابينسكي ساين، تمام. الحاجة الأخيرة دي بقى دكتور شافي عملها في سكين كده، بصراحة ما حبيتهاش قوي، ولكن بحبش ساعات بحسها تنمر كده، ولكن يعني هي بس مجرد كلمة عشان تتقال نفتكر بيها. المهم هو بيقول انه حتة المارز اتاكسي دي بيعتبرها العروسة الرعاشة. يعني ايه؟ يعني بترعش او بيحصلها تريمور، سواء وهي ساكتة او سواء وهي بتتحرك. بمعنى هو مضروب دلوقتي عندها السيريبيلم، فتعمل كينيتيك تريمرز اللي احنا عرفناها، تحرك ايديها مثلا، تلمس النوز او تلمس فينجر، تلمس حاجه تانية، كل شويه ايديها بتتهز، يحصل كينيتيك تريمر. او وبيضرب عندها الاكسترا بيراميدال، فيبقى عندها ستاتيك تريمر، يعني وهي ستاتيك يعني ساكته دلوقتي مش بتتكلم. ولما بتتحرك بيحصل عندها، هي اصلا بيكون عندها باراليسز لان البيراميدال مضروب. فالمهم هي قاعده في مكانها او بتتحرك، في الحالتين بيحصلها تريمرز او رعشه. طيب وكمان العروسة دي حولة وهبلة. طيب ازاي حولة؟ لان الاوكيلر موفمنت بتتأثر، وكمان منتلي بتتأثر، تبقى منتلي ريتاردد، تمام. فحولة وهبلة ورعاشة، مفهوم؟ مع ان المارس بتبقى اكتر في الميل، بس هو ده الحاجة اللي قالها بقى، تمام. فالجدول ده مهم قوي زي الجدول اللي عندنا في الكتاب برضه، ولكن هنا ابسط شوية. خلاصة الجدول، خلاصة الجزئية اللي فاتت، من فريدريك والمارس دلوقتي من انواع السيريبيلر اتاكسي، محتاجين نفرق بينهم في كذا حاجة. هنا بيحصل في الفيرست كيد، هنا في السكند والثيرد. هنا السيريبيلر manifestation او بيأثر في ايه؟ في الجزء الاركي، وهنا في النيو، افتكرنا ام ان. هنا الديب ريفلكس بتتأثر ولا لا؟ ايوه، هنا بيحصل هايبوتونيا او هايبر ريفلكسي عشان التلاتة على واحد، اما هنا البيراميدال هو اللي بيتضرب اكتر فبيبقى exaggerated او بيحصل هايبر ريفلكسيا. كسنسيشن قلنا هنا بتتأثر لما قلنا اللي هي لوست في الانكل واللي هي جلاف وستوك وكده، هنا لا ما اتكلمناش خالص عن ان السنسيشن بتتضرب. كاسوشيتد قلنا سكيت الديفورم سيرفنا، المشاكل اللي بتحصل ليها الارشد والهاي ارشد، وكمان الحته اللي هي في الديفورمز الموجوده في العمود الفقري. وقلنا اكتر حاجه في القلب اللي هو بيحصل كارديو ميوبسي، ودي اشهر الحاجات اللي بتموت في حاله الفريدريك. اما المرض اتكلمنا بقى اللي هي واحد احول، فبتاثر في الاوكولار نيرف، وكمان المنتالي بتاثر بالطريقه العقليه، وكمان ستاتيك تيمور لان الاكسترا بيراميدال مضروب، تمام. بعد كده بقى هنتكلم عن السنسوري اتاكسي. السنسوري اتاكسي، فاكرين الثلاث حاجات اللي كانت بتروح بتودي معلومات للسيريبيلم والترجمه بشكل بالانس؟ فاكرين كان وقتها لو ديب سنسيشن اتضربت، وقتها كان بيعمل سنسوري اتاكسي، وبتزيد اكتر فين او بتحصل بتبان اكتر امتى؟ لما الشخص ده يقفل عينيه. فالسنسوري اتاكسي دي لو شخص قلت له يقفل عينيك وبدا يحصل له الاتاكسي، يبقى كده بشخصه على طول سنسوري. لو ظهر وهو فاتح عينيه يبقى كده بقى ليه السيريبيلم، تمام. ده المفروض هو ده الباثوي بتاع الديب سنسيشن، اللي هو ده البريفرال نيرف اهو، يرجع تاني اللي هي البوستيريور روت او دورزال روت جانجليا، يطلع هنا على الجراسل والكيونيت تراكت. المهم يقوم يعمل كروس او ينقل الناحية التانية لحتى ما يوصل اللي هي مش عارفة الميديا المينيسكس، وبعد كده للثالاموس،
وبعد كده يوصل للكورتكس. في حتة كده هتعرفوها اللي هي لما يوصل للثلاثة، فكده هحس بفيك سنسيشن، يعني احساس حائر كده، المهم اللي هو حاجة لمستني في ايدي وخلاص، لكن مش هقدر احدد هي لمستني فين، مش هقدر احدد الدرجة بتاعتها كانت بتوجعني قوي ولا لأ. لو حد اداني مثلا قلم في ايدي مش عارفة هي ايه، لكن لو كملت بقى لحتى الكورتكس ده بقى اللي بيعمل ديفرنشيشن، وببدأ ان انا افرق الديب سنسيشن دي، يعني بفهم اكتر على الحاجة اللي انا لمستها، ممكن احدد اه انت لمستني في ايدي في النقطة دي، ولمستني مثلا بدبوس او مسكتني قلم او انا مسكت ايد، فاهمني؟ فهو ده البصري بتاع الديب سنسيشن. حصل ليشن بقى في اي حته ضربت هنا هيحصل سنسوري اتاكس، سواء كانت المشكله خالص من البدايه هنا من بريفرال نيرف، اي حاجه بتعمل بقى بريفرال نيوروباثي زي ما بيحصل في السكر كده، اي حاجه ضربت في البوستيريور روت جانجليا، ودي بتبقى عند التيبس دورزاليس، كل دي حاجه بتظهر في الاكزامينيشن بقى، او ممكن يبقى بوستيريور كولوم هو اللي اتضرب، او طلعنا فوق بقى اللي هي البرين ستيم، وكمان اللي هي اللي هو يعني الميديا اللي منسكس اللي هي الحته دي، وبعدين ايه تاني اللي هي بقى البوستيريور لوب لو هو اتضرب برضه حصل فيه اي ليشن، او اللي هو بقى في الكورتكس قصدي، وكمان لو حصل مشكله في السنس، في اي حته دي حصل فيها ليشن معينه او ضربه، فهي دي الكوزس، وكلهم بحرف البي والتي زي ما انتم شايفين. تمام، ده كله هي نفس الرسمه اللي كانت هنا، وحلوه الرسمه دي. تمام، بما انها مش موجوده عندنا في الكتاب. طيب كلينيك البيكتشر اللي هي بتظهر عليه، مبدئيا هي من اسمها سنسوري، يعني هيفقد الديب سنسيشن، لو مثلا جيت مسكت اللي هي الشوكر رنانا دي ولمستها على ايده مش هيحس بالفايبريشن، لو جيت مثلا بدبوس ولا فرشة ولا اي حاجة لمستها له مش هيحس بيها، برضه لو خليته مغمض عينيه وخليت ايده مثلا في اليمين ولا الشمال مش هيبقى حاسس، ولا يقولك البوزيشن او الموفمنت اللي انا عملتها له ايه، من كتر ما هو فاقد الاحساس، ولا حاسس طبعا الليفل اللي هو وصل له من الديب سنسيشن لوس وصل لحد ايه. انا دلوقتي ضربت سيريبيلم، فالتون هيتأثر ازاي؟ هيحصل له هايبو. ستامبينج جيت، هو المفروض فاكرين الصوره اللي هو الولد اللي كان لسه صاحي من النوم ومغمض عينيه او غسل وشه ولسه واقف عادي ما وقعش مع انه مغمض عينيه لان رجليه حاسه بالارض، فالشخص دلوقتي اللي عنده سنسري اتاكس مش حاسس بالارض، فتلاقيه وهو ماشي ماشي بيخبط كده، في الناس اللي هي وهي طالعه على السلم او هي ماشيه بيقعدوا يرزعوا في الارض كده، هي نفس الفكره، يقعد يخبط على الارض بطريقه هيفي قوي كده لانه مش حاسس بالارض، فكل ما يخبط كان بيحاول يحسس نفسه اللي هو طالع مثلا او ماشي على حته، او يعرف مثلا الحته دي هتوقعه ولا حته صلبه، فاهمين قصدي؟ فدي النوع الجيت اللي بتحصل في السنسر اتاكسي بنسميها ستامبينج جيت. تمام، لو فاكرين في التانية اللي هي السيريبيلوم دي كان زيجزاج والحاجات اللي شبه كده، طيب يعني كان كل مشكلتهم في ان هما ازاي يوزنوا نفسهم هما ماشيين، ازاي ما يحدفوش يمين، ازاي يمشوا في خط مستقيم، اما هنا هو مش حاسس بالارض اللي بيمشي عليها اصلا مهما كان السيريبيلوم عنده كويس، ده مشكلتهم في الديب سنسيشن باثوي. طيب قلنا برضو على اللي هي الكينيتيك تريمورز، دي بتظهر عند اي حد عنده اتاكسي عموما، وهو بيقرب فينجر تو فينجر تيست مثلا، هو بيلمس ايدين لبعض، فهتلاقيه اللي هو بيعملها وهو عينيه مفتوحه، تمام، طول ما هو عينيه مفتوحه تمام. كل مشكله السنسر اتاكسي دي بتظهر لما يقفل عينه، اكتبوا الحته دي في الجنب، يعني حته مهمه قوي، لما يقفل عينه بتظهر الاتاكسيا يبقى سنسري. طيب هقول له اقفل عينك، هتلاقي التريمرز عنده بقى عمالة تحصل، الأكشن مبقاش يعمله بسهولة، يجي يلمس ايديه لبعض أو يلمسها للنوز أو أي حاجة تلاقي ايديه عمالة تتهز، تمام، لما يقفل عينيه. في حاجة بقى مهمة اسمها رومبرج تيست، يعني بيحصل له اللي هو برضو احنا محتاجة ارجع للصورة، بص الصورة دي دلوقتي نفترض اللي هو الشخص ده الفيجن بتاعته تمام، السيريبيلم تمام، كل المشكلة في الديب سنسيشن، طول ما هو فاتح عينيه الدنيا كويسة، مجرد ما يقفل عينيه كل حاجه راحت، بمعنى لما يقفل عينيه هيحصل له ديس اكليبريم، مش هيبقى عنده اتزان، بمعنى في الرومبي تيست ده دلوقتي البيشنت واقف والدكتور ده مخليه واقف هيلز توجذر، يعني ملمس كعب رجله وكعب رجله التاني، تمام، هوريكم الصوره دلوقتي. اول حاجه هو فاتح عينيه هيبقى واقف والدنيا تمام جدا، لان عينيه بعد اشارات للسيريبيلم مخلياه واقف متزن، وانس اللي هو الدكتور يقول للبيشنت ده اقفل عينيك هتلاقيه واقع بقى على جنب القدام، المهم اللي هو مش هيحصل له مش هيبقى واقف ولا البالانس ده هيفقده، وطبعا عشان حاجه شبه كده متوقعين اللي هو تقع، فلازم يحصل سبورت زي ما الدكتور مثلا حاطط ايد ورا وايد قدام، بحيث مجرد ما البيشنت يجي يقع كده يقوم ماسك على طول. تمام، في صوره اللي هي اخر واحده بقى، اه
دي هيل تو جزر، يعني الكعب جنب الكعب اهو، طول ما هو واقف وفاتح عينيه الدنيا تمام، واقف اهو. اول ما الدكتوره تقول له اقفل عينيك هيقوم واقع يمين او شمال. دي طبعا قاعده يعني مش بقى يعدلني، المفروض تقف تعمل له سبورت. حتى لو وقف الدكتوره جت بعد ما قفل عينيه تيجي تحركه كده، مجرد ما تلمسه تلاقيه بيقع، تمام. فدي كده بالنسبه للسنسري اتاكسيا. اخر حاجه خالص، خلاص نعتبر المحاضره بتقفل، الفيستيبولار اتاكسيا دي بقى زي ما احنا شايفين برضو كان الصوره هي راحت فين، هي دي المشكله بقى، ولا في الفيجن ولا في الديب سنسيشن ولا في السيربيلا. المشكله هنا بالفيستيبولار ابريتس، دي حاجه بتبقى ليشن حصلت في الفيستيبولار نيرف اللي هو رقم 8. فالحاجات اللي فاتت دي يعني اهم اسباب هنا، يعني حاجه بقى بتبقى مشاكل ناحيه الاذن وكده، مثلا في تيومر اللي هو الاكوستيك تيوم اكوستيك نيوروما، في اكلوجن في الفاسكولار سبلاي اللي هناك، في اي مشكله بقى، اي مشكله في الانفلاميشن او كده عند الاذن عموما، والمفروض ان هي تتشرح بشكل اكتر يعني في الفيرتيكو، بيحصل للشخص ده زي دوران كده. طيب ايه كمان هيحصل له؟ انكوردينيشن. ايه هي انكوردينيشن؟ قلنا اللي هو مفيش تناسب او تناسق بين عضلاته بشكل كويس. ابسيلاترال يعني لو الفيستيبولار الابريتس اليمين هو اللي اتضرب، يبقى مشكلته هتبقى تلاقيه بيحتف على الجنب اليمين او الانكوردينيشن ده في نصه اليمين. لو الشمال اللي اتضرب يبقى المشكله في الشمال، مفيش كونترالاترال هنا، يعني هيبقى طبعا عنده سبونتينيوس نستاجمس يعني بشكل مستمر، اللي هي الهزه بتاعه العين دي. لو فاكرين اللي قبل كده لما قلناها في السيرفيلر تقريبا، كان المشكله او في السيرفيلا كان كل مشكلته اللي هو لما يركز في حاجة معينة بتحصل له هزة العين دي، لكن هو هنا بشكل مستمر. وطبعا بجانب المشاكل اللي بتحصل في الكوكيلر بقى اللي هي تبع الأذن، اللي يحصل ديفنس أو تينيتس أو الحاجات دي. تستات برضو حاجات كلها بتفكركم بالإينتي، اللي هي كالوريك تيست، روتيتنج تشير تيست، حاجات يعني ايه في الإينتي ملناش علاقة بيها. أهم حاجة الحاجات اللي فاتت فيستيبولار بس تفتكروا، هي معاك كلمة فيرتيكو واللي بيحصل الفيستيبولار نيرف رقم 8 هو اللي بيتضرب. كويس أوي كده، المحاضرة خلاص خلصت، كل حاجة الحمد لله اتراجعت. آخر حاجة خالص هتتقال اللي هي التايبس اوف اتاكسيا، يعني احنا قلنا اللي هي سيريبيلر سنسوري وميكسد، والفيستيبولر قلناها برضه. لكن باختصار كده، انا قدامي دلوقتي مريض عنده انكوردينيشن، فانا عايزة اقولك يعني قولي نوع الاتاكسيا اللي موجودة عنده دي ايه، سيريبيلر ولا سنسوري ولا ميكسد بين الاتنين. اول حاجة لو هي المشكلة عنده سواء هو فاتح عينيه أو قافل عينيه، يعني سواء هو فاتح أو مغمض عنده المشكلة دي. هنرجع للصورة، فاتح أو مغمض الحالتين مفيش مشكلة، يعني مهما العين اديتله معلومات ما اديتلوش، سواء عنده هو عنده incoordination يبقى المشكلة هنا سيريبل. المشكلة بقى ايه بتحصل لما يقفل عينيه، يعني طول ما هو فاتح عينيه الدنيا تمام، لما يقفل عينيه بيحصل اتاكسيا، تبقى المشكلة هنا deep sensation، ان هو كان معتمد على العينين اللي هي تتوصل له معلومات، يبقى كده المشكلة سنسوري اتاكسي. لما تبقى المشكلة سواء فاتح عينيه وقافل عليه قلنا سيربيلر، لكن بتزيد اكتر لما يقفل عينيه يبقى كده ميكسد، تمام. اهي بتظهر اونلي لما يقفل عينيه تبقى سنسوري، الاتنين زي بعض سواء فاتح او قافل عنده الانكوردينيشن يبقى سيربيلر، بتزيد اكتر او ورسن اكتر لما يقفل عينيه يبقى المشكلة هنا ميكسد، يعني الاتنين سوا. بتمنى تكون المحاضرة كانت كويسة، بصراحة أنا كنت خايفة أوي منها. بالمناسبة ده هينزل لها مثلا ريكورد أو فيديو صغير مش مكمل 10 دقايق، أنا كنت شفت بصيت عليها شوية، يعني في كل سلايد كده في كلمتين تلاتة هما اللي زيادة، مكملتهاش بصراحة، ولكن هعمل لها فيديو صغير وهينزل. يعني مهم إن انتوا تذاكروا الكتاب بغض النظر بتذاكروا من أي مصدر، تثبتوا الكلام وبعدها هنزل زيادة الداتا. بتمنى تكون كل حاجة وصلت كويسة. ما تنسوش تدعوا لي وتدعوا لأهلنا بغزة وتدعوا الدكتور محمد دسوقي وموتانا بالرحمة والمغفرة، برضو والد دكتور أيمن حسن. أنا مش عارفة قلت ولا لأ، بس أتمنى يعني تكون المحاضرة كويسة وكل حاجة واضحة. آخر حاجة خالص كنت أقول، وأنا بحضر المحاضرة دي من ساعة ما حضرتها في الكلية كان عندي قلق جامد قوي بصراحة، وكنت خايفة إن هي تطلع بشكل مش كويس، وأتمنى يكون العكس حصل. ففي نص كده وانا بحضر، ومن كتر ما انا خلاص كنت تعبت ومش قادره اكمل، فكنت شفت بلوج كده الدكتور ابو بكر لو تعرفوه، فكان في نص الكلام هم بيقولوا كان قالوا كده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الاخره جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه
ومن كانت نيته الدنيا فراق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. طبعا التفسير بتاعه كان طويل شوية أو لسه فيه أكتر، فأنا مش هقدر أنا أقوله، ولكن مهم أوي. ممكن أسيب لكم اللينك بتاعه وتشوفوه، يعني كان فيديو لذيذ بصراحة. كان بيقول اللي هو كل حاجة أنت بتعملها في يومك، سواء التزام بالعبادات، بعدك عن الحرام، تحاول على قد ما تقدر إن أنت تتجنب الفتن، يومك أصلا بيمشي إزاي من أول ما تصحى وتصلي، بتضيع صلاة أو لأ، لما بتنزل تحضر في الكلية بغض بصرك أنت بتنزلي بزي مناسب للشرع وتقدري تصلي بيه أو لأ، بتذاكري وبتعملي كل حاجة في حياتك عشان يعني ناوية أو عايزة بيها الآخرة، ولا عايزة منصب أو حاجة معينة في الدنيا اللي هي تحصل. فعلى حسب بقى كل واحد ونيته فينا، كل واحد فينا همه الآخرة وبيعمل كل حاجة في يومه عشان بس ربنا يكون راضي عني، وعشان في الآخرة ربنا يجازيني على السعي ده. فالدنيا هتجيلي غصب عنها، مش هتستنى ان انا اللي اروح لها او ان انا اللي ادور عليها. بالعكس بقى، ان انا بعمل كل حاجة عشان ابقى دكتورة مشهورة جدا، يبقى معايا فلوس كتير جدا، وعشان يعني ايه كل حاجة الدنيا وسايبة الآخرة دي ولا كأنها هتحصل. فسبحان الله، ربنا هيجعل الفقر بين عينيه. مهما فضلت تدور في الدنيا هتفضل دايما تايه، عندك اوفر ثينكينج، بتقعد دايما تفكر في المستقبل الدنيا تمشي ازاي. فهسيب لكم اللينك ان شاء الله في الكومنتات. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.